أكدت الشيخة جواهر بنت عبد الله بن عيسى الخليفة حرم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل. أكدت أن توجيهاتي ودعم صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله كان لها عظيم الأثر في تشجيع الجميع على إكمال تعليمهم في كافة الظروف ودعم إبراز مواهبهم. نعم، مشيدة سموها بالمواهب الطلابية الصغيرة وما تتمتع به من قدرات فنية تبرز الإمكانات الإبداعية الهائلة التي تحظى بها مملكة البحرين. جاء ذلك لدى حضور سموها النسخة الثانية من معرض مدارس المستشفى الفني علمني 2 الذي نظمته مؤسسة بحرين تراست في مركز صفية علي كانو للفنون، حيث أشادت سموها بالمعرض ودوره المهم في تسليط الضوء على الطاقات والقدرات الفنية التي يمتلكها الطلبة وإثراء المعرفة الجمالية لديهم. أضافت سموها: نحن فخورون للغاية بمستوى الأعمال المعروضة وبوجود مثل هذه المعارض في مملكة البحرين، نتطلع إلى استمرارية مثل هذه الفعاليات التي تساهم في بناء جيل مبدع قادر على مواجهة تحديات المستقبل. من جانبها أشارت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي رئيس مجلس أمناء مؤسسة بحرين تراست بالدور الكبير الذي يطلع به معرض علمني 2 في تعزيز تجربة منتسبي مدارس المستشفى وإثرائها بالفعاليات التي تعود بالنفع عليهم وتسهم في الارتقاء بمواهبهم وتحفيزهم نحو المزيد من الإبداع والابتكار، تماشيا مع أهداف مشروع مدارس المستشفى الرامية إلى خلق بيئة تعليمية متكاملة وصحية وآمنة توفر للأطفال المرضى احتياجاتهم وتساهم في تطويرهم، متوجهة بخالص الشكر والتقدير إلى صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على دعم سموها الكريم والمتواصل لكافة المبادرات والأنشطة التي تطلع بها المؤسسة والتي تخدم الأعراض التعليمية للأطفال المرضى. بأناملهم الصغيرة وأفكارهم المشرقة علقت لوحات متميزة على جدار معرض علمني في نسخته الثانية، قدمها عدد من أطفال مشروع مدرسة المستشفى الذي يستقبل الأطفال المرضى الذين قد يؤثر وجودهم في المستشفى على تحصيلهم العلمي. في معرض علمني في نسخته الثانية، هذا المعرض تقوم به مؤسسة بحرين تراست الخيرية بصورة سنوية الآن، نسلط فيه الضوء على مشروع مهم من المشاريع اللي نركز عليها في المؤسسة اللي هي مشاريع التعليم وتوفير التعليم للجميع. فهذه البرامج إن دائما الطفل يعبر عن مدى تعلمه ويعبر عن مشاركته من خلال الرسم، من خلال الفن، وإحنا تشجيعا لهؤلاء الأطفال نسوي لهم معرض، هذا المعرض السنوي مثل ما قلت نسلط الضوء على هذه المشروع الإنساني التعليمي اللي هو مدارس المستشفى، وأيضا نسلط الضوء على المواهب اللي عند أطفالنا وكيف إن هم يعبرون عن حالتهم النفسية من خلال هذه اللوحات، وكيف إن احنا أيضا هاللوحات نحولها إلى منتجات ونبيعها ونخليهم فخورين إن هم يعني أصبح لهم منتجات من خلال رسوماتهم الجميلة هذه. هذا المعرض الفني يقدم لوحات لأطفال أجبرتهم ظروف المرض على الإقامة في المستشفى لفترات طويلة، فهيأت لهم مؤسسة بحرين تراست الخيرية البيئة المناسبة ووفرت لهم كافة الإمكانيات المتاحة لإطلاق العنان لإبداعاتهم من خلال لوحات فنية عبروا فيها عما يختلج بخاطرهم جسدتها الريشة والألوان. احنا مدرسة المستشفى اشياء وايد، مثلا نرسم نتعلم وطورتني وايد، واليوم
أنا عرضت لوحاتي في المعرض. علمنا في المستشفى وايد أشياء، ورسمت لوحة جمل في الصحراء يمشي في وقت الغروب. رجعتني على غاسم وهي أصلاً رسام، وقالت لي لون ترسم دي غاسمه. وأنا رحت في مدينة ملك حمد، جدتي قالت لي أبيك تكون رسام جميل وترسم أي شيء، لأني أنا قلت سمعت كلام جدتي وأنا عرضها في المعرض الكبير. ورسمت لوحة وعرضوها في معرض كبير وأنا وايد مستانس. معرض علمني الثاني يعد وسيلة لإسعاد الأطفال المرضى من المقيمين في المستشفى لممارسة أنشطتهم اليومية ومتابعة دروسهم وواجباتهم المنزلية ورسم لوحات فنية تحمل أفكارا مرتبطة بالواقع المحلي، ما ينعكس إيجابا على سير العلاج. معرض مدرسة المستشفى الفني يمنح الأطفال بارقة أمل في الحياة ويطلق العنان لمواهبهم للتعبير عن ذاتهم من خلال معرض علمني الذي احتضن مواهبهم الفنية ليكون لهم بصمة جميلة في عالم الفن. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.